نتقدم وكأننا لا نحترم الناس، أو إن إحنا ما بنحبش مجتمعاتنا، أو إن إحنا ناس قادة يعني عنيفين شرسين مستبدين. والحقيقة هذا أمر لا يليق، مش لا يليق إن أنتوا تتكلموا فيه، لا يليق إن أنتوا تقدمونا به، لا يليق إن أنتوا تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها وأجل استقرار المنطقة على أن هي نظام مستبد. من 55,000 منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر، وهي جزء مهم وأصيل جدا في العمل الأهلي اللي احنا بنسعى لأنه يكون شريك للحكومة في مع المجتمع المدني. 55,000 جمعية مرخص لها بالعمل في مصر. ثم احنا بنتكلم كمان على ان احنا يعني يا ترى كم منهم اشتكى على ان هو لا يتاح له الفرصة للعمل بسهولة ويسر كامل. انا مطالب بحماية الدولة من تنظيم متطرف بقاله اكتر من 90 سنة موجود في مصر، واستطاع ان هو خلال هذه المدة انه يعمل مش قواعد بقى في مصر، ده قواعد في العالم كله. لن نضع شروطا في تعاوننا في مجال الدفاع والاقتصاد. أولا علينا أن نحترم سيادة كل بلد ومصالحنا الفردية والمشتركة، وثانيا أعتقد أن سياسة الحوار أكثر فاعلية من سياسة المقاطعة، لأن هذا يضر قدرتنا على مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار الإقليمي. أعتقد أن مثل هذه الشروط لن تسمح بالتقدم في هذه الملفات، بل ستقوض النقاش، وهذا سيضعف أحد شركائنا في حربنا على الإرهاب ومن أجل الاستقرار في المنطقة.